هو انت بتعمل ايه يا مصطفى؟ بعمل حلاوة. ما سندوتش، قصدي سندوتش حلاوة يا بنت الكلب، يخرب بيت دماغك. طب انزل لي، عايزك في الكافيتيريا اللي قدام بيتكم، وانزل لي ضروري دلوقتي. نعم، عايزة ايه يا حبيبتي؟ وايه اللي انت عايزاني فيه ضروري؟ عايزة فركش. انت عبيطة يا بنت، اهدي بس. مالك في ايه؟ زهقت اللي انت بتتحكم فيا، وده مش مريحني. بقول لك عايزة اخرج مع اصحابي، تقولي لا، وعلى كل حاجة لا. طب ما انا لو قلت لك اخرج هتقولي اللي انت ما بتغيرش علي. هي فين غيرتك دي لما تخليني اخرج مع اصحابي وانت ما تعرفش اصحابي دول معاهم ولاد ولا لا؟ انت ما بقتش تحبني زي الاول، انا عايزه افركش. طيب تمام، نفركش. ايه ده، انت خلاص مش متمسك بيا ليه؟ خلاص يا حبيبتي، خلينا زي ما احنا. انا اسف. لا، انا مش عايزه تحكم تاني، انا عايزه اخد راحتي، انا عايزه افركش. يخرب بيت ام الدماغ اللي انت عاملاها على الصبح. انا ماشي. ايه ده، مش هسيبني لوحدي ومش هعبرني، انا عايزه افركش.